اليوم فما برشا توين سيطالبوا رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتخفيض في الضرائب. اي علاش لا؟ علاش لا؟ فما حاجات اون فيت ما فماش برشا اكيتي في السيستيم دو تاكساسيون دامبوزيسيون ان تونيزي. يعني فما فئة من الشعب اللي هيبر تاكسي alors que فئة أخرى ماهيش تاكسي برشا، يلزم بتيت نعاودو نشوفو لو ريجيم دو تاكساسيون. الشركات هي بريسك 90% منها ماهيش قاعدة تخلص في الامبو نتاعها. هي وكان جاو الطبقة الكبيرة هذيك العالية فهمتني تخلص في الأداءات نتاعها، راهو العجز اللي باش يصير من 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 تاجر صغير بار اكزومبل نجم يتغطى. دونك نحن المشكلة وين طالبوا الكلنا كشعب كامل لجيل الأعمال هي اللي تخلص الأداءات نتاعها. باش نجم تمشي الامور يعني هكا امبوسيبل كي مش تمشي الامور. اقول له ياسر باهي برشا وينقص لنا في المعيشه برشا، معناها ضرينا ياسر، حشاك مثل اللي كانوا قبل مصونا برشا، كلاونا كلونا حقوقنا، جوعونا، زادوا علينا برشا، غلوا علينا برشا كل شيء، غلوا علينا بصفه عامه بكل شيء. فهمت؟ واللي ما عندوش زاد حليله زوالي مسكين اللي فلوسه قليلة معناها لا حتى ما نعرفش باش يعمل، إذا كان كريا بهم راه يبقى للشر. فهمت؟ إذا كان كيف كيف ديما نقصاتو حاجة في الدار، ديما نقصاتو برشا حوايج مش حتى حاجة برك. إن شاء الله يطبقوا القرار، إن شاء الله يطبقوا القرار، برشا ناس من أكبر تو فئة متضررة من ضرائب الموظفين. فهمتي؟ معناها البنوك، البلديات، الدنيا كلها متراكمة على الموظفين. الأجراء معناها الأجراء الموظفين، فهمتي؟ وش خاصه كان يطبقوا القانون هذا؟ ضرائب مشطه ياسر صحيح، مشطه ضرائب في كل شيء، كان سواء في كراب سواء في ياسر على المواطن ياسر. اش خلينا كل شيء خدمه طاحت، حتى في خدمتنا احنا كتاجر في الملابس الجاهزه طاحت، طيحت لنا في كل شيء. فهمت؟ غلا كل شيء غلا. تدفع برشا ديزامبو؟ ندفعوا. السنين هذوما كان عندنا السنه هذايا واحد تعب على الاخر. العام هذا اللي تعدى من عامنا ولا سنة، واحد كي خلص يوصل يخلص كراه ويخلص يشارج نتاعو يتسمى خلق العادة. اليوم التوانسة يطالبوا رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسماح للكل التوانسة على الأقل المقيمين بالخارج باش ينجموا يخدموا بنظومة الاف سي ار ويوردوا سيارات نتاعهم، شنو رأيك؟ والله خارق العادة، على خاطر ديجا كانت الاف سي ار قبل ماكسيموم بالنسبة للسيارة التجارية في بالي نتذكر وقتها 5 سنين. السيارة الواحدة بتاع العائلية 3 سنين ولا العكس، بالعكس في بالي هكاكا توا قاموا نحاوها ترجع خير، خاطر ديجا ولاد الكراب هنا غالية برشا على الأخر، على الأخر زاد ترجع لنا الإف سير كما كانت قبل في بالي خير. فهمت؟ على الأقل تولي المواطن يتعاون شوية بكهرباء من البرا تتردع مع السوق شوية. ماذا بينا خير حتى من قبل، خاطر قبل كانت 3 سنين هكا هو بعد زادوها ولات 5 سنين، احنا ماذا بينا نزيد حتى 7 سنين، خاطر غاديك ديما معناها حتى العمر تاع معناها لافواتور يبدا كبير شويه، اما ديما خير من بيه. اليوم برشا توانسه يطالبوا رئيس الجمهوريه قيس سعيد بالنظر في عده ملفات وبما في ذلك منظومه الاف سي ار، يحبوها ترجع تخدم كما قبل، شنو رايك؟ عز حاجه يعملوها، بس خاطر هذه الاف سي ار بولكت برشا عباد، فما برشا عباد تاكل منها في الخبز، فهمني؟ مش عارف، فما عباد ساعات توحل باش تروح فهمني، يولي يبيع على السيارة نتاعو باش يلقى باش يروح ولا باش يعمل أي حكاية فهمني. أما هذي باش نجيب كهرباء ونخليها ملوحة في عام في تونس فهمني، كانت يعني شهر ساي ما عادش تصلح الكهرباء في تونس، نجيب كهرباء من غادي تخليها شهر ساي ما عادش تصلح، خلش نخليها أنا عام بعد باش مش يبيع تساعدني. ومش عارف إذا كان حبيت مرة نرجع لهنا ولا مش عارف شنو، نجيب كهرباء ونبيعها ولا فهمني، ولا نخلص اقل اداءات يعني، ولا مش عارف شنو، مش عارف ليش يخلصوا مع الاف سي حكايه 20% ولا حاجه من هكا. البلدان الاخرين الكل يتمتعوا بحقوقهم حتى في الكهرباء اللي عمرها تو يقول لك اقل من 5 سنين، معناتها كاينه باش يشريها من الدار، بينما بلدان اخرين اقل من 10 سنين، يعني نجم هكا ياخذ راحته ويهبط كريهب على قده. هما هنا يحبوها كانت تقربع، ما فهمتش انا الكهرباء الموجوده في البلاد كلها تقربع ولا متمتعين بها كان الناس السي و سي هذوكم باش ما يهبط السيارات الشعبيه باش ما يكسروش السوق. انا نعيش لبرا من حقي باش نجيب كهرباء، علاش شنو المشكله كي تكون اقل من 10 سنين وحتى كان ما عندهاش عمر انا كهرباء باش نكسبها ونتمتع بها مره في عمري، قالوا نهبط الكهرباء نحب عليها وحتى كان اكثر من 10 سنين شنو المشكله. ف
فما شكون شاد في البلاد حط يده ما يحبش اللي يعيشوا لبرا باش يتمتعوا بكهرباء، يحبوا حتى كي يتمتع بكهرباء يجيبها كهرباء معناتها غاليه برشا باش يبيعها لسيفلين كالعاده، معناتها ما يتمتعش بها هو. على ذلك علاش عملوا هما العام باش تجيب كهرباء ما عندكش حق باش تبيعها تقعد عندك عام. هي وهو كيف يعود مغصور سيدي بعد 6 شهور حب يبيعها ما يبيعهاش، يقعد يتفرج فيها ويمد يده هكا ما تفهم حتى شيء. انت قلقك الموضوع؟ ياسر يقلق. وانا نتمنى السيد الرئيس قيس سعيد ينظر في اللي في سيير وفي عمر الكهرباء خاصة. عمر الكهرباء رانا نتبكيو جماعة الخارج ونبكيو باش نوليو كل البلدان الاخرين كما الجزيرية وكما المغاربة وكما المصارى وكما اللبنانيين، يهبط كهرباء عمرها 10 سنين حتى يهبطها لدارهم يتمتعوا فيها ويقضيوا مشوارهم. لازم كان هنا يلزموا ياخذ سيارة شعبية، يعني سيستيم يلزوه باش ياخذ سيارة شعبية. الفئة البسيطة والمتوسطة لامبو يتقصلهم لهم ديريكتومون يديروا على سورس. لي سوسيتي برشا ما همش قاعدين يدفعوا في الضرائب نتاعهم، فما برشا تهرب ضريبي. هذاك علاش قلت لك ما فماش عدل اون فيت، ما فماش ايكيتي في سيستيم دامبوزيسيون. تو كيما فتي شهر ينحولوا البنك تاعي وتتنحي ب 3000 مغادر غادي. هذا خاطي كل شيء. انا نخدم على الحظيره ينحوا لي في دينار، البوسطه تنحي لي في دينار، ناخذ في 396 دينار كنت ناخذ في 397 دينار، تنحي لي في دينار ويخلصونا نهار 14 نهار 13 نهار 15 على كيفهم هما معناها. تو هاو مع التحول المبارك هذا نتاع لو 25 فهمتني، نورمالمون تو يحاسب العباد معناها نحن قاعدين نستنوا تان 15 جور تعديت، نورمالمون قاعدين فهمتني ما فما حتى حكايه اخرى باش تصير اللي هي من بعد هذا لو 25 جوي شكون باش يشدهم؟ ما بشد نورمالمون باش يشدوا سراق، ما هو شكون هم سراق؟ ما هو شد سراق. انا الحاجه الوحيده اللي يلزمها تصير في تونس شد سراق، اخو شد سراق. تو شنو اللي صار؟ ما هو صار لو 25 اللي صار هي شنو هي طلبات الشعب؟ هي طلبات الشعب اللي يلزموا يتشدوا، هذوما يتشدوا حكايه فارغه لو وعود وتو تو 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 حكايه فارغه، يا يتشدوا يا مش يتشدوا من الاخر بالكل معناها. من الثوره هما لازين على المقيم البرا، المقيم البرا حتى في الادائات. في قبل الثوره كنا نخلصوا في ادائات بسيطه على الحاجات اللي نجيبوها، على موتور فيسبا توا تخلص في مليون، فيسبا تشريها من برا تخلص عليها مليون، حتى اخوك ما تجيبها له باش يقضي بها شوار امه ولا حاجه توا ما عادش نجم تجيبها، تشريها بزوز ملايين وتخلص عليها مليون وتبيعها هنا بزوز وسبعه تطلع خاص 300 حتى كان ماشي يبيعها. يعني ما تفهم شيء. فما شكون يكره اللي يعيشوا برا؟ نازلين علينا ياسر بصراحه والله. ما زلت تجيب بقاش كما العاده؟ عادش. وشكون ازاي نجم يجيب؟ نجم تجيب شيء، لازم تجيب فليشك تكركر فيها هكا، ممنوع تجيب كادوات، حتى التليفونات هاي حبست، ما عادش نجم تجيب تليفون. احنا ماذا بينا اللي تبدل في البلاد، الوضعيه تكون الامور باهيه في البلاد، تكون منظمه، تكون المعيشه رخيصه، تكون متوفره الخدمه، تكون البلاد رايضة، تكون حكومة باهية، تكون الوضعية باهية، فهمتني برشا حاجات. أنا ماذا بيا أول حاجة يصير العدل أختي الغالية، العدل. أنا كي باش نشد عباد نعدل باش نحاكمهم. التغير اللي نشوفه أنا من 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 روحي يلزمه يصير يشد العباد هذوما الفساد اللي اتقلبت عليهم الدنيا وصار اللي صار نهار 25 جويلية، ويشدهم يحاسبهم بالعدل، مش 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 مش, مش بالتشفي، بالعدل. يحاسبهم بالعدل اخويا، نحن كشعب تونسي راهو نحبوا يتحاسب. شد اي 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 اون دافير، اي رجل اعمال فاسد وحطه. تو تشوف الشعب حتى اللي كان اللي مش موافق على اللي صار لو 25 تو يولي يوافق. المعيشه بصفه عام الريتم نتاعنا نحبوا نرجعوا للريتم القديم، كانت باهيه قبل، كانت خير. بلي ما نحكوش على الترابزيه وعلى الزين وعلى كذا، كانت خير الدنيا وكانت انقص وكانت رخيصه، كانت باهيه. طالبين السعاده وكاو، طالبين السعاده والناس تحب بعضها وكاو. شكون باش يوفر لك السعاده يا مسيو؟ والله ماذا بيا قيس سعيد، ديما قيس سعيد في الوجود. والله ماذا بينا تنحى شويه معناها الاحتكار بصفه كبيره، القشاره كل معناها تبدا حاجه سومها نعرفش يخرج رخيص مع عند الفلاح ولا مع عند اي تاجر، ويوصل القشاره تولي دوبل تريبل السوم. هذيك يعني مشكله نتاع تونس، هذه مشكله كبيره. معناها نعرفش انا كيلو طماطم تلقى يخرج من سيدي بوزيد يقول لك ب 500 فرنك يوصلنا هوني ب 2000 فرنك، معناها غلطه جمله، معناها سيستم غلط. ماذا بينا لو كان الدوله هي معناها تتحكم شويه في مسالك التوزيع وكل شيء تولي خير بصراحه.